نبدأ في هذا اللقاء هنا محاولة الآن في الناحية اليمنى العرضية في مكان سليم. أوه سليمة تعود مرة أخرى الآن سريعة حلوة في مكان سليم ميميلي في موقف تسلل في راية موجودة وحالة تسلل الأولى في المباراة بعد مرور شوف سليمة 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 الكرة سليمة الكرة سليمة هي موجودة تيوب يرسل لك كرة الأمام وائل عيان في تحضير وسريعة أمامية ميميلي طويلة بعيدة يحصلها ميجن ميميلي في الجانب الأيسر يعيدها من جديد وائل يستلم يمررها مرة أخرى داريو جيرتك يلعب كرة سهلة